مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، تحرص الأسر الشبوانية على شراء المستلزمات الرمضانية، وهذه المرة قصد الكثير من تلك العائلات المعرض الرمضاني الذي افتتح مؤخرا في مدينة عتق بتنظيم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ويستمر لمدة 20 يوما بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات التجارية. أقامت المؤسسة الاقتصادية هذه المعارض في جميع المحافظات المحررة، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطن نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. وشارك في هذا المعرض تقريبا 40 شركة أو وكلاء شركات، وأقيم المعرض لتخفيف الأعباء نتيجة للظروف. المؤسسة الاقتصادية تحاول أن تخفيضات تزيد عن 30% في المواد الأساسية والتي تم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك. ونحن توجهنا في المؤسسة الاقتصادية لكي ينعم المواطن بهذه الأشياء رغم الظروف التي تعانيها المؤسسة. حرص القائمون على المعرض على توفير الاحتياجات الضرورية التي يطلبها المواطن تحت سقف واحد، لكن الأسعار التي طرحتها الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض يقول عنها الشبوانيون أنها لم تكن عند سقف توقعاتهم، ولم يتم التخفيض إلا في عدد محدود من البضائع، مطالبين التجار والقائمين على المعرض بمراعاة المواطنين الذين لم يتمكن بعضهم من الشراء خصوصا ذوي الدخل المحدود. استقبل رمضان بأمل كبير، يعني في أن الناس يعني تخفف من المعاناة التي تعاني منها. أنتم عارفين وضع البلاد وعارفين الأسعار اللي هي كيف مرتفعة على المواطنين، وزيارتنا اليوم للمعرض على أمل أن احنا نلاقي مواد يعني بأسعار طيبة جدا. زرنا بعض المؤسسات والمرافق التجارية اللي موجودة هنا، منها الأخوة هنا في المحلات هذه حق طرموم، لا بأس الأسعار تعتبر تشكل نسبة أفضل، لكن الحقيقة طموحنا ما كان بهذا الوضع، يعني كان طموحنا أن يكون أفضل وأفضل وأفضل كثير على ما الناس تعاني منه. يعني أنتم عارفين وضع المواطن وراتبه ووضعه العالي لا يؤدي الغرض الذي يلبي الموسم اللي مقبل عليه، موسم خير، موسم رمضان، والناس تكون متطلباتها بشكل كبير جدا للمواد الغذائية. مع قرب حلول الشهر الكريم باتت الأسعار تشكل أكبر الهواجس المخيفة للمواطنين، وأصبح بعضهم يعزف عن شراء الاحتياجات الضرورية ولم يعد بمقدورهم توفيرها بسبب الغلاء الفاحش، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود من قبل الجهات المسؤولة لدعم السلع الغذائية والعمل على إنقاص أثمانها بما يواكب القدرة الشرائية للمواطنين. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد، شبوة.